بقولك يا ابن جهتي، لو جدعانة ما نفعتش احنا ايدينا ما اتقطعتش، خلاها على الله. هي 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 زيزو المايسترو. الخريطة يا ابن على الخريطة دي معروف فيها يا لقدع بطة، الخصم جه يعديها في كلمة ونص يكون اتوفى، 63 جوه في سيدي بجروحوش طابين عالكفة، والعصاف راسمين يا صغار على بركة مات وتعمل زفة. جلبات عندنا بالذات علشان بتصدع، هتجيب بقك في قفاك مش خالصه معاك دغري هتتقطع. انا هنا بعمل حكايات معلش يا اخويا من وانت بترضى، فانا اقفل على الموضوع لحبيب لك وشك اربع ترضى. لابسه الخول خلق خمسة عليكي مالكيش مالكة، طب اراه بك انك اول واحدة فيهم هتلبس الشبكة. بيجيلي رشاش من اللي ما يفضاش وشهادة من الطب النفسي، بعديها وخلي الخلق اللي زعلني هموت رسمي، مش هبقى خلاص على حد ووعدي بجد هفوق نفسي، مش عايز اصحاب ولا اي هباب وبطولة عيشها لوحدي. طب احمد ما تشوف بنتك اللي دماغها دي زي براك يا بتقضيها وتيجي عندي بتعمل محترمة، بتزوغ يا ما من الدرس تروح على جاكس وقابي سوارها، بنتك لو جت على سكتي ما تزعليش لما اقدرها. الظابط ابو نصر طلع عالجسر وشافني قاعد وبحشش، بصلي قلت له حجرين ده بقالي شهرين والله ما شربتش، راح قال لي خلاص اشربهم يا مالك ده انا جاي بفرفش، قام لف اداني بالرجل جت الرجاله شالوني من قلبي. زعقلي وقال لي انا مش عايز اسمع منك برطمة يا ابني، قلت له باشا كده على الدغري انا هعمل اي حاجه تعجبني، راح قال لي ده قلبك جامد قشطه وخدني عمل لي تحلي. حجز الحسن الحظ قابلت ولاد البيئة، وفي كنز البيت سحبتوا لدرجز دماغي مش حاسس بيها، فتحت عيوني على خصمي وبس اهي لحظة انا مستنيها، قمت اتمطعت عطيت له مقص عشان جاي بيرميها، ورسمت عروسة على الحيطة وقلت لخصمي ومتجوزها، كل المساجين معزيمة على فرحك واللي لقيت عريسها، ويا دوب شدته على الحيطة زقيته لقيته قايم بيبوسها. قلت منه وزفيته لحد ما خلف اكتر منها. الظباط نزلوا لي اخدوني ربطوني ودوروا فيا الضرب، بصراحة قعدوا يجاملوني واكني عودي ماسكينه في حرب، يا حكومة من زعنا منكم اصلا انا متكرع من الشرب، بس ورب اللي خلقنا انا خصم حمار ما بيه الارض. ونزلت نيابة مسائية طلعت بعدي الساعة 12، مخبر قدامي تحية عطية حسيت بعدني حرمت انا بجح تاني مع ظابط واتعلمت يا باشا، مش همشي انا جنب الحته انا هدخل في مكفى يا اللي عصب. خصمتكم كلكم اكل ست وليبات وبكره نشوفكم، وكل مرشد وعنده حساب بس انتوا تستحملوا. احنا سيدي بشر والقزريطه والحاسب اشهر ناس عالخريطة، كربلت البر كله ما لقيتش ولا صاحب، لا فيكوا راجل جدع ولا حد صاحب، يا الزمان رانكم وجرحتوا ناس منكم، يا الزمان رانكم وجرحتوا ناس منكم، ومفيش عزيز عندكم ولا حد اتعاتب ولا حد اتعاتب. لو عدتوا في العوجان يركن علشان هنا بتطلع سيف خلصانة شيل من صغره ضرب عسل زي ده، لو حابين كل الخلق ايوه فيكوا باب يا كله مطب عشان معرفش يسوقها، المسا على اخطر طب المتصيط يا مؤمن موقع، على فكرة باب يا ده قلب عيشة بحب بيديكوا زقة، هتفكر تيجي عليه تتسني في كلمة وتشوف مشقة، ادهم الرشيد يقدر ارجولة من يومه حقه ما بيبان،
بالحب مع مقضية ما بيحلش وقت الحكايات. موجود على اي حدود وبطوله ده بيعامل بباط اخصامه بتخلع من قدامه بتترنب طلقات. مخنوق من كل الناس اللي في حياتنا اللي زي الساو بصراحة على النقاقة ما ينفعهمش ده غير العو. يلا كعب ده عالي عليكو ونجننكو ادهم الحلو نسمع له سلام وتحية وتلات اول يضربوا في الجو. عمرو عبدي خطورة بصراحة اسطورة وطب على البشرية معرض عندي جناكليس اللي دست انا في العالمية. ده كفاءة يقوم بخناقة رجولة حراقة لكن مدورية لو جيت قدامه هتموت حرس يابا من طلقاته الحية. على الارض يزور ويطفي النور يجرح فيكم بسلاحه احذروا لو صار يقلب دمر وقت تهبوا من اشباحه. مروان الرشيد دي نامر دي اوامر كيف مطواحه بصراحة عمل زلزال على ارض الخصم وفرد جناحه. عمرو طارق ارجى الراجل خلص مع الشغل على الراية العدارين ومحل قدينا هنا يابا احلى اخوات وشقاية. يقلبها عليكم كلمة ده يغضب تخرب هنا في دقايق اسمه مسمع يا زميلي في اي مدينة واي زقايق. طب احمد طارق الكنج على اي وينج طب اسمع احلى سلامة على طول السلام اللي بيزا وجد عمتو. البيزا ده احمل بيزا طول عمره ده معروف بشياكتو. البيزا ده احمل بيزا طول عمره ده معروف بشياكتو. الكنج حسام البيت المدع معروف برا وجوه كله بيتشرف بيه محبوب بالحب ومش بالقوة. في الشدة معاك تلاقيه من اجل اخواته يعمل لك نوة بيقدر وبيتقدر غصب عنك لا انت وهو. هتقولوا يلا مهما تقولوا يفضل حرقوله نجم المواد بيزع نجم التوزيع ده ما يستر مصر في زيزو القتال. مصطفى الجن ده صوته يرد يسلطن اي مجال والكتبة نجحوا ده الشوكر لو تندبوا تتجف شوال.